السلام عليكم مشاهدين والمشاهدات، كديرين؟ لاباس عليكم، بخيرين هانين كديرين مع الصحيحه. اش اخباركم؟ واش كتعاودوا؟ نتمناكم تكونوا بالصحه والعافيه ان شاء الله، بالخير والاحسان وطولة العمر يا سيدي يا ربي. ايوا اليوم انايا جيتكم في فيديو جديد، وكاي بلاصه كنمشي لها كنوريكم اي بلايصه نشاركها معاكم. اليوم انا غادا معروضه عند واحد الناس، ونتمناكم تبقاو وتابعوني وتفرجوا في الفيديو وتشوفوني فين مشيت وفين جيت وشنو درت وشنو عملت. نتمنى لكم غير الخير والاحسان. انتم كما كتشوفوا انا غادا ان شاء الله، انتم غادا مع الطريق، ولكن الناس في الدوار ماشي بعاد. المهم انا غادي عندهم، ونتمنى لكم تفرجوا في الفيديو وديروا لي جيم وديروا بارطاج مع الاحباب والاصحاب ان شاء الله يا ربي، وتعاونوني في قناتي الله يسهل عليكم ويستر لكم اموركم ان شاء الله يا ربي. بغيتكم تكونوا في احسن الاحوال، كنتمنى لكم الخير والتيسير في حياتكم ولوليداتكم، كل معز عليكم. وحنا واحد الزويتينات ها هما ليا يا وليد، الزويتينات هما بثلاثة شفتوهم مساكن عطشانين، حيت ما كنسقيهمش ديما وما دخلش لنا منا ما دخلش لنا الماء، كنسقيهم غير بالبرميل الا شفتو واحد الزوجة كنسقيهم، ولكن ما كنسقيهمش ديما، قليل يا قليل، حيت غير الكروسة والبير بعيد، وخاص يكون هداك البير خدام. داز هاد السيكاد ومع الغبرة ما عرفتش شناهي طاحت ليا في عيني. هاد الطريق دايزة من حدانا ولي دايز دايز طاير، يا السلامة يا سيدي ربي. منعاودش ليكم على الكوزينة والخيمة كيفاش كدير بالعجاج، المواعن راه كيردو ليا حالتهم. إوا نتمناكم تفرجوا فيا وتابعوني، ونتمنى نكون خفيفة على قلبكم ويعجبكم الفيديو ان شاء الله وينال الاعجاب ديالكم، وتابعوني وتبارطاجيو الفيديو وديروا لي مشاركة الله يسهل عليكم، وكتبوا شي كومونتير زوين وبقاو معايا تشوفوني فين غالية. المهم انا غنمشي، من غنوصل البلاصة غنصور لكم انا وصلت الشي اللي كنتمنى منكم. هذه الشجرة ديالي هي، هاد الشجيرات زرعاهم الراسي هاهو، شتوها هاد الشجيرة زرعاها الراسي، هاديك والاخرى قطعتها. المهم المشاهدين، هانا وصلت هاديك البلاصة اللي غادية لها الناس. المهم وصلت عندهم، هانتوما كيما كتشوفو دوايدات هاهوما هي. السيده كتهتم بالورد بزاف تبارك الله، شوف الورده كي دايره، ورده الشوك، هادي ورده الشوك، شوف هادي كيف دايره، شوف هادي كي دايره شحال زوينين، كتعتني بهم تبارك الله. انا عندي ورايدات ولكن ما عنديش بحال هاد السيده، عندها ورايدات بزاف. انتم هيا راه كسكسو، راه طينو البر ما مكتبلش مزيان مع سميتو مع الفار، هذاك كتقلى باين داكشي كيتهي وغيجي زوين كسكسو. سما السيده كدير كسكسو زوين، وانا ان شاء الله غنصور لكم كسكسو ملي غادي وجد وتجد ان شاء الله، نتوما كما كتشوفوا معايا. المشاهدين ديالي هانتوما كما كتشوفوا، هذا طعام سبعة خضاري، فيه هاد ليشو اللي هو سميتو الكروم، وفيه الدنجيل، فيه اللفت الاحمر واللفت الابيض وخيز الزوق المهم، والقرعه تاعي راه كاينها. بقاو معايا حتى تشوفوا الكسكسو كيفاش غيجي ان شاء الله، غيجي زوين وبنين وباينه، فيه غيجي بنين بزاف حيت السيده راه كتعرف طيب كسكسو مزيان تبارك الله على الله يعطيها الصحه يا ربي معدينا. انتما كما كتشوفوا هي البرايمه تبارك الله عاملينها في الخضيره، انا ما درتش والو الصراحه مزيانه، جيت لقيت السيدة يعني مقال لي البرمة والخضرة موجداها. هاي الخضرة تاع الفلفلة تاع هي ديك راه دايرة كدير تاعك الفلفلة حراق. إوا بقاو معايا تشوفوا الكسكسو كيفاش غيجي، باينة فيه غيجي بنين ولذيذ إن شاء الله، وتعاونوا معايا في القناة ديالي وتفرجوا في الفيديو الله يسهل عليكم. تشوفوا هاد الكسكسو تاع اليوم فريد من نوعه، وغيجي زوين بزاف، فيه السميده، فيه السميده ديال القمح، وفيه البلبوله ديال الشعير، يعني ثلاثه الانواع في هذا الكسكسو كما كتشوفوا ها هو نيه.
تفرجوا في الفيديو تال الاخر وغتشوفوا الكماله كامله. المهم فيه السميده وفيه السميده ديال القمح وفيه البلبوله، ها هي حتى هي غتشرك معاه وغتفور. ايوا شفتوا علاش قلت لكم ان الطعام راه غيجي فريد من نوعه زوين؟ يعني هاد الحوايج اللي كتشركيهم مع السميد باش ما تضركش المعده، ما يضركش المصران، يعني شي حاجه زوينه الطوب كما كنقولوا. عام تولاتي نيالي كان لي قليت تسمع هاد الكلمه عندك. طعام تولاتي ياك. اوكي كما كتشوفوا هاد الكسكسو اللي كنت قلت لكم حتى بانت لي جابت هادو وانا نزيدهم. وهاد السيده راه فريده من نوعها كيعجبها خيزو، شي جوج ولا شنو هما كديرهم صينين، يعني ما كتفتحهمش وتحيد لهم داك القلب اللي داخل. ها نشوف ما زادت الحمص او الجلبانه وهذاك العنب الكحل كتقولوا لي الزبيب، شتو باين هاد الكسكسو يا اختي غايجي مطنطن ياك، باين غايجي مطنطن، غايجي زوين تبارك الله. صلاه على النبي. ها نتوما هي القريعه حتى هي ما غاديش تطرم دابا من طبيعه الحال، حتى غات واخا تهضري ماشي مشكل، عام اش باني واخا تهضري واخا تهضري ماشي مشكل. القرعه هذه غتكمل، ماشي هذا راه ماشي كسكسو فيه سبعه الخضار، هذا الكسكسو فيه كثار من سبعه الخضار. هذا راه غنسميه هنا غنحط في العنوان كسكسو ديال عشرة الخضاري، حيت باينه فيه شي عشرة الخضاري. ايوا تما كما كتشوفوا هي القريعه حتى هي غنديروها ان شاء الله. هانتوما هاد الباب راه غنخرجوا معاه، شوفوا الطريقه ديال الحله كيفاش دايره. ها درا باب اختراعي. هانتوما هاد الشيشه واقيلا ديال الدجاج، ها هي هادو راه الناس اللي مشيت عندهم. شوفوا درا الكار ديال بيبي تبارك الله جيجات، ها هما هي. المهم انا غادي بغيت نخرج غير الجرده ديالهم شويه ندور وندوركم معايا هادشي اللي كاين. هانتو تبارك الله هالكرام، عرفتو هاد الكرام؟ واحد المرة جيت وخديت منو الباكور، عرفتي الباكور كبير تبارك الله، كل باكورة يا باكورة. هادي ما عرفتش شناهي، هادي شيبة ولا شناهي؟ يا شو علاش مقايز الزبا؟ ايه مسكينة هادي راه شيبة، شوفوا كيفاش دايرة حيت كانت عطشانة قالتلك ويلا دابا بدات مسكينة كتفنن. هادي مسكينة بحالها بغات تكرم، شتو ها هي. الله يعطينا شي شبعه ديال الشتا ان شاء الله يا صدر بها. نشوف هاد الجرده ها هي، شوفوا تبارك الله الكرم، كلشي متنوع متنوع. اللي بغى يجي مرحبا به، واخا انا عند الناس راه ندوروا معايا. هاد الناس عندهم الزيتون ها هو كما كتشوفوا، راه ما فاطينا عندكم شي عند الزيتون. شوفوا هادي راه فاصه ها هي. هانتوما هانتوما الجرده ها هي، كندور لكم الكاميرا. ما عرفتش بعدا واش داكشي كيبان مع الغبو، الحال مغبب ما بيناش يعني الشمس. هانتوما الكرم حتى هو فاعطينا، شتو الفريط تاع الكرم ها هو، الكرمه مفروطه باش دوك العراش اللي غادي الفوق كيحيدوهم. هانتو الزيتون حتى هو فاعطينا، هانتو كما كتشوفوا ها هاد الزيتون عرفت شحال كان عالي بزاف. ان شاء الله من يحط حتى هويا او متابعيني من يحط راني نوريكم كيفاش كينور، كيفاش كيحط، كيفاش كيتجنى منو الزيتون. وقال لي المراه ما كتضيفش، مشات كتشقى كتخدم على راساتها. انا غادي نحصد شويه الفصه، نتمنىكم تشوفوا وتابعوني كاع، نتمنى نشوف راسي واش باقي كنقرا حصاد الفصه ولا لا. هيا كنحصد في هادي راه سميتها الفصه كنحصدوها، شتو البقره
ليش حين عارفة ما هذا شيء يهز لي داكشي علاش غنوقف بركة نكمل. قصري ديالي انايا وجدات تبارك الله شي زوين متول. ايوا اللي شافت الطعام وشهات وتسمح لينا وحقها في الجنة ان شاء الله يا سيدي يا ربي تسمحوا لينا بزاف. واللي بغات تجي عندي نطيبوا لها ماشي مشكل الدنيا هانية. يلاه بالسلامة عليكم الله يعاونكم ونتمنى لكم تفرجوا في الفيديو ان شاء الله وديروا لي شي اشتراك ان شاء الله وشي كومونتير زوين بحالكم. هادو واحد التسقيات تاع عمانيه هما